وهذه الصور التي نشاهدها هي للطائرات الليبية التي حطت، هل من تعليق على هذه الصور لو سمحت سيد قايم؟ لا يوجد قصف، هناك مواجهة حدثت في مدينة بنغازي، هناك مواجهات اعتداء تم على أحد المرافق الأمنية في مدينة البيضة، والضباط شرطة وأفراد دفعوا حياتهم ثمنا لذلك، وأيضا مواطنين. لكن اسمح لي إذا لم يكن، يعني اسمح لي، إذا لم يكن هناك قصف، ما الذي يجعل هذا الطيار يذهب إلى مالطا؟ أولا هذه الطائرة أنا غير متأكد أنها طائرة ليبية، لأنها لا تحمل الأعلام الليبية، وتستطيع أن تتأكدوا بطرقهم، أنا لست في محل إثبات ذلك أو نفي، لأني لا ليس لدي وثائق تثبت ذلك. يعني هناك صور، هناك صور وصلت ونبثها الآن لهذه الطائرات، وقد طلبوا اللجوء السياسي وعليها الإشارة، وهناك إشارة في الطائرات. أؤكد صورة أحمد بن جاسم عتسيبي لفني. نعم، أؤكد صورة حمد بن جاسم عتسيبي لفني في قطر في الدوحة في احتفال. لا، ليش صورة حمد بن جاسم؟ احنا استضفناه هون تسيبي لفني، واجرينا معه حوار، واجرينا حوار مع شمعون بيراز، واجرينا حوار مع باراك. مش هذا موضوعنا. يعني اذا تريد ان تتحدث عن علاقة الجزيرة بالمسؤولين الاسرائيليين، حاورنا كذا مسؤولين وقابلوا مسؤولين قطريين، يعني صحيح هذا مش سر، يعني ولم تكتشف العجلة. نحن نتحدث الآن عن طائرات في مالطا، حمد بن جازم يلتقي بلبني أو لم يلتقي، هذا مسألة خبر وقلناه. يعني أنتم تخدمون مشروعا صهيونيا. يا سيدي نحن نخدم مشروع صهيوني. أوكي يا سيدي، احنا نخدم مشروع صهيوني ونعترف بذلك ونطلب منك المعذرة. العربي سيحكم على ذلك. باهي يا سيدي، يعني اللي احنا نخدم في مشروع صهيوني، فعلا نخدم في مشروع صهيوني. سوف نفتح، تسمح لي فقط بسؤال أخير. فعلا نحن نخدم في مشروع صهيوني، وبارك الله فيك انك تفطنت لذلك. بس فقط سؤال أخير، متى سيتحدث القذافي الى شعبه؟ خلاص ما دامك اعترفت هذا يكفي. لا لا لا، نحن معترفين، ويعني افحمتنا عن الهواء، وفعلا نحن في وضع صعب وافحمتنا. بالنسبة للقذافي متى سيتحدث الى شعبه؟ الاجندة واضحة جدا. الاجندة واضحة، اتفقنا. أنت يا سيد قعيم، احنا انت قلت عنا علاقة وانا اعترفت وقلت لك بارك الله فيك وخلص انتهينا، علاقتنا بالصهيونية انت كشفتها وبارك الله فيك. بس لك سؤال، متى سيتحدث العقيد القذافي الى شعبه؟ سؤال واضح. العقيد القذافي ابن ليبيا ومواطن ليبي ينتمي لعائلة ليبية وقبيلة ليبية. هذا عنصر جديد؟ هذا عنصر جديد. متى سيتحدث ابن ليبيا؟ مواطن ليبي. متى سيتحدث ابن ليبيا؟ عائلة ليبية وابن قبيلة ليبية وابن منطقة ليبية، مثله مثل بقية الليبيين. هذا عنصر جديد واكتشفناه الليلة. متى سيتحدث للشعب الليبي؟ ابن ليبيا وابن العائلة الليبية، متى سيتحدث للشعب الليبي؟ القذافي موجود وسيتحدث للشعب الليبي. متى؟ ورأيت إعلام في العربية بأن القذافي سوف يتحدث إلى الشعب الليبي. متى؟ أنا بانتظار ذلك مثلك. يعني سيدي أنت مسؤول في هذا النظام، هل تستقي معلوماتك من وسائل الإعلام الأخرى العربية والجزيرة وغيرهما من وسائل الإعلام؟ على الرحب والسعة، العربية على الرحب والسعة، لم تتورط في المشروع الصهيوني القطري، وما زالت ملتزمة إلى حد ما بالتغطية الموضوعية، وقامت بتغطية طرد المواطنين القطريين إلى السعودية، 4000 مواطن قطري طردوا وجردوا من الجنسية. العربية قامت بتغطية ما يحدث في العديد والسيلية، قامت بتغطية ما ترعاه قناة الجزيرة من حوار بين بعض الإسلاميين والمخابرات الأمريكية. شكرا لك سيد خالد القعيم وكيل وزارة الخارجية، وقد كنت خير ممثل للنظام الليبي، شكرا لك.